نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا الجزء من اللقاء الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من القادة العسكريين حول هجوم دوما. نتابع. هناك شخص يقود التحقيق وتعرف كل شيء، السيد روزنستاين كتب رسالة منتقدة لكومي. واحد الأشياء طبعا قال أقل كومي، وثم طردته لأنه ما فعله من الأكاذيب وما حدث مع الإف بي آي ومع بوليسة التأمين، فعلت شيء صواب، ولكنه وقع كما تعلمون على الفيزا وارنت. إذا روزنستاين الذي كان مشرفا على ذلك، وهو أيضا وقع على رسالة قالت بأنه ينبغي أن أقيل كومي، وكان محقا في ذلك. نعم، إذا سنرى ما سيحدث. أعتقد أن هذا مخزن ومعيب، والعديد يعتقدون ذلك. هذه كما قلت حملة صيد للساحرات. شكرا 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 لكم، شكرا شكرا جميعا، شكرا. شكرا. إذا مشاهدينا، كان هذا جانبا من اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادته العسكريين حول الموضوع وحول دوما.